الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسوة حسنة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كم في التاريخ رجال عظام، كم في أجدادنا وأسلافنا أناس ينبغي أن نقتدي بهم. اليوم الرجل الذي سوف أتحدث عنه رجل تعرفونه، لكن تعرفونه بالاسم. هلك في ناس حتى باسمهم ما حدا بيعرفون. هلا لو قالوا لك يوسف بن أيوب أتعرف من هو؟ بعد درس امبارح عرفته، يوسف بن أيوب هو صلاح الدين. سمي صلاح الدين لأنه يعني به صلح الدين. اليوم أحدثكم عن رجل من رجالات التاريخ لم يعمر كثيرا، يعني مات وعمره 45 سنة، مات قبل أبيه، أبوه عاش بعده 10 سنوات، لكن قدم لهذه الأمة خير كبير كبير كبير. ما من إنسان وما من مسلم إلا ويجب أن يترضى عن هذا الرجل. اسمه يحيى ابن شرف المري، يحيى ابن شرف المري. هذا اسمه شوي يعني صعب شوي، لكن إذا قلت لكم أنا اسمه اللي بتعرفوه أنتوا حتنسروا كتير. إنه الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. ما من بيت إلا وفيه كتاب من كتبه. أشهر 3 كتب للإمام النووي هي 40 النووية رضي الله عنه وأرضاه. ما في مسابقة للأشبال ولليافعين والنساء والرجال إلا يعني وفيها 40 النووية، وكتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار. هي نخبة بس من كتبه. هذا الرجل يعني كان في مكان نائي، ولد في حوران في ناحية اسمها نوى. اسمه يحيى. كان هناك في البلد الذي يعني اللي هو اسمه نوى. على فكرة يعني نحن بلادنا ما بنعرف قيمتها، ما بنعرف قيمتها صدقوني، وهي بلاد لها قيمة عند المسلمين. أنا لي صديق من رحمي يعمل في مجال الطيران، مرة في طائرة تأتي إلى مطار دمشق عليها رجل يعني مهم جدا، يعني هو ليس برئيس جمهورية ولكن رجل مهم، استقبله واستقبلته الدولة. ما موجود في دمشق 8 ساعات فقط. قال له أنا لا أريد أن أزور الرسميين ولا أريد أن أزور يعني أحد من الدولة السياسيين. قال له ماذا تريد؟ قال له خذني إلى مقام الشيخ محي الدين ابن عربي. قال له أنا بس جاي من بلاد قاطع 7000 كيلومتر، أنا رأيت نظير لهذه الحادثة، أخ أتى إلى دمشق قال لي لا أريد شيء. قلت له ما تريد؟ قال لي خذني إلى ضريح الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. جاي تعرفوا إنه مفتي الشيشان، من الشيشان. خذوني لوين؟ لعند الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام النووي نشأ وترعرع على يد رجل صالح وهو أبوه رضي الله عنه وأرضاه. كان في الحي عندهم رجل من المغرب، رجل صالح اسمه ياسين المراكشي، ندون المراكش يعني من المغرب. رآه وقال إن في عيني هذا الغلام نورا ينبغي أن تعتني به. شو بدي أساوي؟ الأبنيك قاعد بالضيعة. نزل إلى المدينة، إلى مدينة العلم، إلى مدينة الخير، إلى مدينة
المعرفة إلى مدينة دمشق، وأخذه إلى دار الحديث. دار الحديث معروفة عند الشرق والغرب اللي بالعصرونية، وسجله في دار الحديث وصار يتعلم الحديث، يعني هو حفظ القرآن ودرس الفقه ولكن تميز بالحديث. لما بتشوفوا الرياض الصالحين، تصنيفه للرياض الصالحين شيء عجيب. أنا على الفجر صار لي 15 سنة بدرس رياض الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. صار معه في حياته مواقف هامة، من بيناتها كان عمره 16 سنة هيئ له أن يذهب إلى بيت الله حج، وكل الناس بتروح بتحج بكير. بحجه إلى بيت الله، وأنا أنصح أنه الإنسان إذا بيحسن أنه يروح بمقتبل العمر، الحج بغير يعني سلوكية الإنسان ونظرة الإنسان للحياة. للأسف ما حدا بيروح إلا يعني أغلبهم بيروحوا 50 و60، تتغير السلوكية بس بيكون ما عاد في طاقة إنتاجية. عمره 16 سنة ورجع، صار وهناك تعرف على أناس من الصالحين، رجع بهمة جديدة ومعرفة جديدة. هلأ اسمه يحيى، اختيار الاسم قال سموه بالدار الحديث يحيى الدين، قالوا لا تنادوني بيحيى الدين، أنا يحيى، يا يحيى خذ الكتابة بقوة. لكن إمتى الواحد من بيناتنا بده يصير شيخ البلد تبعه؟ صار الإمام النووي، هذا النوى كلها تباركت بهذا الرجل، وصار إذا يعني قيل شيخ فيقال النووي، أي شيخ نوى، وهو صار شيخ نوى وشيخ الشام وشيخ العالم. هذا الرجل تحدث عنه الإمام الذهبي وغيره من الأئمة الكبار، قال كنا نراه لا ينام إلا قليلا، وإذا نام أسند رأسه إلى الكتب. من طلب العلا سهر الليالي. شلون أنا أبنائنا تبع البكالوريا اللي بلاقي ساعة وساعتين، وهي أما هي تبع الواحد نايم، لا في علم لا في قرآن لا في معرفة. هؤلاء هم الذين أتوا بالخير إلينا، هؤلاء هم الذين يقدمون المجد والحضارة للأمة الإسلامية. هلا هو القيمة الأخلاقية عند الإمام النووي قيمة الوقت، عاش 45 سنة وأنتج كل هذا الإنتاج. لكن أنا ممكن أطلق قيمة أخلاقية أخرى، الإمام النووي كان عنده ورع، كان لا يأكل عند أحد إلا من الطعام الذي ترسله أمه له. في شغلة معروفة يسألوا أهل العلم، أنه الشام كلها أوقاف، وهلأ لما بيقول لك وزارة الأوقاف، شو يعني وزارة الأوقاف؟ حتى يعرفوا، فكر الناس أنه أوقاف، بس حللكم إياها منطقية. الأوقاف الشام كلياتها ثلاثة أرباعها موقوفة. شو يعني؟ يعني واحد مثلا عنده بيت بيقول لك هذا وقفته لله، خلي طلاب العلم يجي يناموا فيه. تاني هذا للخيول، إذا كان في خيول كبيرة بالسن وما عاد حدا حواها، هي الأرض لله، هي الأرض لله، هي الأرض لله، هي الأرض لله. فالإمام النووي لما كان يأتي إلى دمشق بيقول لك أنا ما بنام بدمشق، يا يروح لدار الحديث التي بناها التجار أو يرجع إلى نوى. ليش؟ قال بيقول لك كل أوقاف، ولا يأكل إلا في دار الحديث رضي الله عنه وارضاه. ورع ورع، وين الورع هلأ؟ وين الورع؟ هذا الورع درجة عالية من فوق التقوى، بصير يحاسب الإنسان نفسه. لذلك رضي الله عنه وارضاه، هو أتى ولد في عام 631 للهجرة وتوفي عام 676. أبوه عاش بعده. أصعب شغلة أنه الواحد الأب يشوف ابنه رضي الله عنه وأرضاه، اختاره الله عز وجل، لكن أنتج 45 سنة عنده أكثر من 40 مصنف.
في مصنف معناته مجلدات. قديش كان هذا؟ الإمام النووي. الإمام النووي من الذي صنع الإمام النووي؟ أبوه. أبوه اكتشف الموهبة، نماها، أخذ بيده إلى دار الحديث، سجله، يمكن كمان استأجر بيت حتى إيش، صار شاب ويافع. لذلك هؤلاء الشباب الآن يعني يجب على الآباء ويجب على المدارس ويجب على المراكز التدريبية أن تكتشف المواهب. حقيقة عنا طاقات كتير كبيرة، بس بده مين يكتشفها. رضي الله عن الإمام النووي يحيى ابن شرف المري. بجوز نحن نقرأها هيك بس ما بنعرف مين الإمام النووي. الإمام النووي صاحب الأربعين النووية، صاحب الرياض الصالحين، وصاحب كتاب الأذكار. ما في بيت إلا في الأذكار. نعم نعم عنده طبعا. حكيت أنه عنده أكثر من 40 يعني مصنف في الأحاديث وفي المعارف الأخرى. هذا رجل كيف درس وكيف يعني تزوج وكيف هي كلياته، معناته أنه كان في عنده عطاء كل يوم أكثر من 10 ساعات. لا تجعلوا وقتكم يضيع. هلأ نحن اليوم دخلنا العشر، اليوم دخلنا العشر، اليوم أول ليلة، يعني هلأ مو هي الليلة اللي راحت، هلأ نحن اليوم مساء إن شاء الله. هلأ بقى بده بقى نطوي الفراش ونشد المئزر، يعني لعد في أكل كتير ولعد في إيش لعب ولعد في الموبايل منخففه، ونبدأ بالصلاة والعبادة والاستغفار والإنابة. إن شاء الله من يوم غد أأمكم على صلاة تهجد بإذن الله. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.